سؤال 28، العدد الذري للعنصر الذي يمتلئ فيه اوربيتالات الثري دي قبل اكتمال اوربيتالات الفور اس. انت عندك حالتين، الثري دي بتتملى قبل الفور اس. في حالة النحاس 29 بيكون الثري دي 9، فبنستلف الكترون من الفور اس، وبنقول لا الفور اس بتبقى فيها 2، فبنستلف منها الكترون وبنخليها 1 بس، ونروح نعمل على اكتمال الثري دي بيبقى فيها 10، عشان ده بيخلي الذرة اكثر استقرار. وهكذا في الكروم 24، الدي بتبقى قربت على نصف الامتلاء بيبقى فيها 4، فنروح ناخد الكترون من الفور اس اللي بيبقى ممتلئ ونقول له خليك انت 1، واحنا هنروح هنملي الثري دي ونخليه نصف ممتلئ. يبقى في الحالتين دول يا اما 24، قصدي يا اما النحاس 29، يا اما الكروم 24، دي حالة الشذوذ اللي عندك. طب هو هنا بيقولك، هنا جايب لك الاثنين، اكيد في حاجه في السؤال. بيقولك العدد الذري الذي يمتلئ في اوربيتالات 3 دي قبل اوربيتال 4 اس، يعني 3 دي يبقى فيها كام؟ 10. طالما قال لك يمتلئ يعني 3 دي فيها 10. طب دي في حاله الكام؟ 29 اللي هو النحاس. السؤال اللي بعده، ما عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في ذره الكروم 24؟ ادي الكروم 24، تعال نوزع 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d، وصلت تبقى فيها كام؟ 4، بس احنا هنخلي فيها 5 وهنخلي الفور اس دي 1. تمام كده، ده التوزيع. عايز ايه؟ عدد الكترونات مستوى الطاقه الايه الرئيسي الاخير اللي هو التال، اللي هو الرابع، قصدي الرابع ولا التالت، مع عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي قال لي الاخير في ذره الكروم. ايه هو مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ الرابع. هيبقى فيه كام؟ 1 بس. يبقى الاجابه رقم الف. السؤال 30، ما عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي قبل الاخير؟ احنا لسه موزعينها في ذره الكروم، قبل الاخير اللي هو التلات، ادي التلاتة وادي التلاتة وادي التلاتة، 6 و2 8، 8 و5 13. الاجابه هتبقى رقم د. السؤال 31، ما عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه في ذره الكروم 27؟ طبعا دي غلطه مطبعيه، الكروم 24. عايز عدد الاوربيتالات الايه النصف ممتلئه. معلش نوزع الكروم تاني، 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2. طبعا بقى احنا عارفين على طول ادي الفور اس 1 وادي الثري دي هنخلي فيها 5. عايز عدد الاوربيتالات النصف ممتلئ. طيب ادي 1 و5 تبقى 6. النصف ممتلئ عندنا الاس، ما هي الاس كده بقى فيها اوربيتال نصف ممتلئ، ودي هما 5 اوربيتالات في حاله ايه نصف ممتلئ، يبقى هتبقى عندك 6 اوربيتالات. السؤال 32، اي الخيارات التاليه يمثل عدد الكترونات المستوى ان و ام على الترتيب في ذره سي يو 29؟ ان اللي هو الرابع وام اللي هو التالت. ماشي، عدد الكترونات المستوى ام هو عموم جايبها لك هنا، قال لك ده ام وده ان. تمام، ذره النحاس 29 هتبقى نفس الكلام، 1s2 2s2 احنا عارفين ان في الاخر، ولا هو عايز ايه؟ عدد الالكترونات المستوى ام وان على الترتيب، يبقى هنضطر نوزع، يبقى 2b6 3s2 3b6 4s2 والثري دي هيبقى فيها 4s قصدي 1 والثري دي هيبقى فيها 10. ماشي، المستوى ام اللي هو التالت قد 10 و6 16 و2 18 اهو، يعني نجيب قلم مختلف شوية عشان تعرفه. ادي الثري دي اهو والثري بي اهو والثري اس اهو، لو جيتوا جمعته هتلاقي 18. تمام، طب المستوى الرابع اهو، هو ما فيش غير 4s فيها 1، يبقى ام فيها 18 والان فيها 1. الاجابه رقم د. السؤال 33، عنصر اكس 26 عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه بالالكترونات الايون موجب 2 يساوي اكس 26. تعالوا نوزعها، 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d 6 كده اكس 26. عايز ايه بقى انا؟ عدد الاوربيتالات النصف ممتلئ للايون موجب 2. يعني ايه ايون موجب 2؟ يبقى يفقد 2. بص يا شباب، احنا لما نيجي نفقد
بنفقد من المستوى الرئيسي الأخير، بنفقد من المستوى الرئيسي الأخير. فين هنا المستوى الرئيسي الأخير؟ 3D؟ لا لا، الفور اس. انت عندك 4 اهو، عدد كم الرئيسي 4، يبقى انت عندك آخر مستوى رئيسي الرابع، تفقد منه الأول. هو بيقول لك موجب 2، يعني تخش الفور اس كده خالص، مش عايزينها. فهو كده عايز عدد الأوربيتالات النصف ممتلئة، خلاص دمت كلهم ممتلئين. طب الثري دي، دي الثري دي عبارة عن 5 أوربيتالات، أدا 1 2 3 4 5، فيهم كم إلكترون؟ 6. أدا 1 2 3 4 5 6، يبقى كده كم أوربيتال نصف ممتلئ؟ أدا 1 2 3 4، لأن في دي 1 تم الإمتلاء، يبقى الإجابة 4 رقم ج. سؤال 34، عنصر اكس التوزيع الالكتروني له ينتهي ب4D5، يكون عدد المستويات الفرعية الممتلئة بالالكترونات. 4D5 يعني 3D6، بي اس دبس دي، وادت دي بتاعته 4D2، ودي فيها 6 ودي فيها 2، ونحط الكم الرئيسي هنا 4، والاس هتاخد هنا 4s2 اللي احنا شطبنا عليها، خلي بالكو، والاس هتاخد 5. طيب اخرك اهو 4d2 اهو، هو عايز ايه بقى؟ اسفه 4d5، ماشي. يكون عدد المستويات الفرعيه الممتلئه بالالكترونات، كل اللي فات ده كله ممتلئ، ادا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تبقى 1000. إذا كانت السؤال 36، إذا كانت أعداد الكم الأربعة للإلكترون الأخير في إيه؟ في أيوم فلز ثلاثي التكافؤ. يعني أيوم فلز ثلاثي التكافؤ إيه؟ يعني هو فقط 3، هي كما يلي. فإن العدد الذري للعنصر، تمام، أنا هنا 3 يبقى أنا في 3، والدي ب2 يبقى أنا في الدي، والإم اللي بموجب 2 هوضحها لك أهو، يعني معناها الدي فيها 5، والإم إس بموجب نص، تمام. فإن العدد الذري للعنصر هو فقط كام؟ 3. تعالوا بقى نشوف كده، احنا 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2، ماشي. هو لو فقد أيون ثلاثي التكافؤ، أول حاجة هيفقدها منين؟ هيفقد 2 هنا، ماشي. والثري دي ده يعني الثري دي هيفقد 1، فالواحد ده كان فين؟ اكيد كان في حالة ازدواج في الاوربيتال الاولاني في الدي. يعني انا قلت لك الثري دي فيها 5، ده 1 2 3 4 5، لان ده الغرفة دي هي اللي بموجب 2، مش احنا كنا بنحسب عدد الكم المغناطيسي من سالب ال لموجب ال، يعني دي هتبقى سالب 2 سالب 1 0 موجب 1 موجب 2، تمام. فيبقى هنا الالكترون بتاعك الاخير ده الالكترون الاخير، يعني كده 1 2 3 4 5، هو فقد الالكترون اللي كان هنا، ما هو هيفقد 3، هيفقد الاثنين اللي في الفور اس، وبعد كده يخش لك على اللي عديه ويفقد منها اول الكترون اللي هو في حاله ازدواج ده. يعني كده دي كان في الاصل فيها كام؟ 6، والفور اس بتاعتك كان فيها 2. احنا هنرجع بقى عشان نشوف ايه اللي اتفقد. طب تعالوا بقى نحسب كده، كده عدد الذري هيبقى 26، الاجابه هتبقى رقم، تمام كده. السؤال 35، التوزيع الالكتروني للايون المنجنيز هو المنجنيز 25، 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d5، تمام. التوزيع المنجنيز لايون المنجنيز الثلاثي، فعايز ايون المنجنيز الثلاثي، نروح نفقد منين؟ من العنصر الاخير، فالفور اس ما تبقاش موجوده عندي، تمام. والثري ده هيبقى فيها كام؟ 4، يبقى انا عايزه ادور على حاجه اخرى 3b6 و3b4، 3b6 و3d قصدي ب4، تبقى رقم ب. السؤال رقم 38، الايون الذي يحتوي على 18 الكترون وشحنته موجب 2. أيون بيحتوي على 18 إلكترون وشحنته موجب 2، تعالوا نوزع.
عارفين يعني ايه 18 الكترون؟ الايون ذات نفسه بيحتوي على 18 الكترون، شحنته موجب 2، يعني هو فقد 2 الكترون، يعني عدد الذر في الاصل كان 20، فلما فقد 2 الكترون بقى 18. توزيعه اهو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2، ده التوزيع الالكتروني للعنصر ذات نفسه، نسميه اكس مثلا. فانا عايزه اخليه، وقال لي شحنته موجب 2 فهخليه يفقد 2، اكس موجب 2. لما اجي افقد الاثنين اتفقنا ان الفقد بيبقى منين؟ من اخر مستوى رئيسي عندك، يبقى الفور اس هتتلغى، يبقى هو كده اتحول لاكس موجب 2 والعدد الذري بقى ليه 18 الكترون. تعال نشوف كده، تحتوي نواة على 18 بروتون غلط، 18 نيوترون برضو غلط، يرمز له بالرمز ارجون موجب 2 ازاي؟ ده الارجون العدد الذري 18، ولما يفقد كمان موجب 2 بقى 16، يبقى ده غلط برضو. له نفس التركيب الالكتروني الارجون، طبعا الايون ده بعد ما فقد 2 الكترون له نفس التركيب الالكتروني الارجون. كده يا شباب احنا خلصنا اخر فكرة معانا، ونتقابل في الحلقة الجاية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.